مساء الخير، انا ايفا شفي من مطبخي. النهارده هنعمل وصفه جميله جدا، كل الاطفال بتحبها والكبار كمان، الكب كيك. وصفه لطيفه سهله، الولاد بيفرحوا بيها قوي، تنفع في اللانش بوكس، تنفع كمان في حفلات اعياد الميلاد. لطيفه خالص. يلا نبدا. المقادير: 3 كوبايات دقيق منخولين مرتين، معاهم كوباية لبن دافي، لازم يكون دافي، كوباية زيت على سمنة، كوباية ونص سكر، 6 بيضات، فانيليا، كيس بيكنج باودر، معلقة خل كبيرة. هنا ده تشوكليت شيبس، ممكن نستغنى عنه، مفيش مشكلة خالص. كمان في رشة ملح بنحطها على دي، ودي الكوباية المعيارية اللي أنا بستخدمها. كل المقادير لازم تبقى بنفس الكوباية، نفس المقدار، تمام. نبدأ بقى نحط دلوقتي البيض. الست بيضات كمان بدرجة حرارة الغرفة، دي لازم يبقى برضو بدرجة حرارة الغرفة، يعني الناس اللي بتشيل الدقيق في التلاجة لا، نطلعه قبلها بشوية. هنحط دلوقتي البيض مع السكر اللي هما كوباية ونص سكر، تمام، وهنبدأ نضربهم من 5 ل7 دقايق لغاية لما يبقوا كريمي خالص، يتغير لونهم ويبقوا كريمي. وفي المرحلة دي كمان هنحط قبل ما نضرب هنحط الفانيليا، وهنحط معلقة الخل. معلقة الخل هنا 1 بتشيل زفرة البيض، 2 بتعمل يعني محسن كيك، بتبقى بدل محسن الكيك، بتعمل على رفع الكيك. هنبدأ دلوقتي نضرب. احنا دلوقتي ضربنا البيض مع السكر مع الفانيليا ومعلقة الخل لمدة 5 دقايق لغاية لما البيض بقى كريمي خالص كده وعلي وارتفع جامد. دلوقتي هنحط الزيت. اوقف بس عشان تسمعوني. دلوقتي هنحط الزيت وكوباية اللبن وهنبدأ نضرب تاني. دلوقتي احنا كنا حاطين كوباية الزيت وكوباية اللبن، تمام، وضربنا كمان 2 3 دقايق خلاص. دلوقتي هنبدأ بقى نحط الدقيق. هنا انا حطيت على الدقيق كيس البيكنج باودر وحطيت رشة ملح، رشة الملح مهمة جدا، تمام. هنبدأ بقى نضيفه. هنا هنضيف الدقيق والبيكنج باودر والملح وهنضيفهم شويه بشويه، هننزلهم حبه حبه وهنخلط من تحت لفوق بشكل دائري كده علشان ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه في ضرب البيض. هننزل تقريبا كميه الدقيق على 3 مرات وهنفضل نعمل الحركه الدائريه دي لغايه لما نخلص الكميه كلها. هنا خلطنا الدقيق وخلصناه كل الكميه. الكميه دي كبيره، هتعمل 18 واحده. لو انتوا عايزين تعملوا اقل ممكن تقللوا الكميه، يعني تبقى مثلا 4 بيضات، 2 كوبايتين دقيق، 3 كوباية لبن، و3 كوباية زيت، و2 كوباية سكر. دي المقادير بتاعه الصينيه الاصغر اللي هي 12، تمام. انا هنا حطيت في الخليط، خلطت معاهم تشوكليت شيبس وخليت الحبه الاخرانيين دول احطهم على الوش. في كمان اللي عايز يعملها بالتشوكليت
هيشيل مقدار معلقتين من الدقيق ويحط بدلهم كاكاو، ولازم برضو كاكاو ننخله مع الدقيق. تمام، هنا دي معلقة معيارية أصغر، أنا بس هغرف بيها عشان أوحد المقاس. ودي صينية كب كيك فيها الورق بتاع الكب كيك علشان يبقى أسهل وما يلزقش في الصينية. تمام، دلوقتي احنا صبناهم كلهم وبحط الشوكليت شيبس من على الوش. تمام، دلوقتي هندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 على فرن متسخن برضو على نفس درجة الحرارة لمدة تلت ساعة. يعني ايه على نفس درجة الحرارة؟ يعني ما ينفعش اسخن الفرن على درجة حرارة عالية وبعدين اوطيه 180، لا، انا من اول ما هشغل الفرن هشغله على 180. دي اول معلومة، ودي معلومة مهمة جدا. المعلومة التانية المهمة انه لازم كل المكونات تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني البيض، اللبن يبقى دافي، الدقيق والكاكاو لو محطوط في التلاجة يبقى مطلعينه قبليها بفترة. معلومة تالتة مهمة، ان احنا لما هندخل الصينية الفرن هنقعدها نص ساعة، بعد كده هنفتح نختبرها، لو طلعت تمام خلاص هنقفل تاني الفرن ونسيبها دقيقتين شغالة. هنسيب النار دقيقتين شغالة بعد ما تكون استوت خالص علشان ما تهبطش. تمام، يلا بينا هندخلها الفرن. دي جماعة الصينية بعد ما خرجت من الفرن. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.